وبالمناسبة أنا لازم أرجع أتكلم في النقطة دي مرة أخرى، والكلام ده أنا قلته قبل كده. هو الناس اللي كانت بتقول في بداية كلامها أو من حوالي 50 يوم أو أكتر 60 يوم، اتقال إن النادي الأهلي على راسه ريشة، وإن النادي الأهلي الناس بتأجل له مباريات، وإن الناس كذا وكذا، لكن ده الحقيقة مش صحيح، لأن النادي الأهلي كان بتتأجل له مباريات. أنا عارف إن أنا بقول الكلام ده كل شوية، ولكن يا جماعة من فضل حضراتكم خلينا نفكر بس في الموضوع من الألف، أو نبدأ بيه من الأول للآخر. كل الناس اللي عايزة تحارب النادي الأهلي دايماً بتتكلم في النقطة دي، لغاية امبارح أو لغاية النهاردة من شوية الناس بتتكلم في النقطة دي، على الرغم من كابتن حسين لبيب رئيس اللجنة الثلاثية التي أو اللجنة التي تدير نادي الزمالك أقر بكلام. الحقيقة يعني أنا ماليش علاقة طبعاً بالكلام اللي هو بيقوله الكابتن حسين لبيب، إنه على دماغي من فوق ما عنديش مشكلة، ولكن كل رئيس نادي أو كل رئيس لجنة من حقه ان هو يحافظ على ناديه، ولكن كابتن حسين لبيب اقر بامر يخص اتحاد كره القدم. من الاستاذ احمد مجاهد كلم الكابتن حسين لبيب، ده مش كلامي انا خالص، ولا اتكلمت عنه ولا اعرف، انا ما عرفتوش غير لما قاله الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنه التي تدير نادي الزمالك. كابتن حسين قال ان الكابتن احمد مجاهد او رئيس اللجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم كلمه وقال له عايزين تاجلوا الماتشات ولا تكملوا. شيء طبيعي على فكرة، أنا ما عنديش أي مشكلة مع نادي الزمالك، ولكن أنا عندي مشكلة على الجانب الآخر، هو اتحاد كرة القدم لماذا لا يفعل ذلك؟ بالظبط كده. على فكرة يا جماعة للمرة المليون، ده مش كلامي، ده كلام الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك. أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم لم يتأخر عن أي طلب لنادي الزمالك في وقت المباريات المضغوطة للزمالك. مين اللي بيقول يا جماعة؟ كابتن حسين لبيب. تم سؤالنا لو أردنا التأجيل وبدورنا سألنا كارتيرون، وكارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك طبعا فضل أن يستمر في اللعب بدون تأجيل، كان لديه رؤية فنية بأن الاستمرار في اللعب سيحافظ على مستوى اللاعبين ويضع الضغط على النادي الأهلي. ما عنديش مشكلة في هذا الكلام، ولكن هو الأندية اللي موجودة الـ 18 نادي، يجب أن يكون لاتحاد كرة القدم نفس الدور مع الـ 18 نادي، أنا هنا هتكلم عن النادي الأهلي، يجب أن يكون لاتحاد كرة القدم نفس الدور اللي بيعمله أو اللي اتقال إن هو عمله من قبل الكابتن حسين لبيب إن هو يعمله مع النادي الأهلي. أنا حضرتك عندي مباراة نهائية يوم 17. عندي مباراة نهائية، مش عارف حضرتك، أكيد حضرتك عارف يعني، عندنا مباراة نهائية يوم 17. النادي الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ووصل للنهائي الإفريقي، وبالتالي المباراة القادمة هي مباراة للتاريخ. في خلال 6 شهور إن شاء الله لو ربنا كرمنا وقدرنا نكسب هذه المباراة، هيكون في خلال 6 شهور قدرت تاخد بطولتين دوري أبطال إفريقيا. سنتين مختلفتين، ولكن في النهاية في خلال 6 شهور ما حصلتش قبل كده. فمن المفترض إن اتحاد كرة القدم يقف مع النادي الأهلي ويعرض على النادي الأهلي، إذا كان عرض على فكرة أو لو عرض على النادي الأهلي، أنا هطلع أقول لحضراتكم إن هو عرض على النادي الأهلي، يعني ما عنديش أي غضاضة في هذا الكلام، ما عنديش أي مشكلة في هذا الموضوع. إذا كنت حضرتك عرضت على النادي الأهلي، شكرا يا كابتن أحمد، وده دور اتحاد كرة القدم أو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، ده دورها بالمناسبة إن هي تقف مع كل الأندية، مع كل الأندية، أهلي زمالك إسماعيلي اتحاد مصري محلة كل الأندية. فلو ده حصل أنا بشكرك جدا يا كابتن أحمد.